قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا الساعة سيداتي أنساتي سادتي مخداتي ووسادتي، أما بعد مرحبا فيكم في حلقة جديدة من سيتيز سكاي لاين. طبعا وايد كومنتات عندي على السلسلة وكذا، حد قال لي سووا مدينة باسمي مدينة باسمي مدينة باسمي. بحاول اني اسمي مدينه باسم الكل ان شاء الله، بس شوي اعطونا يعني. حتى تشوفوا محمد جمال مسكين ترى ما عنده شيء، مدينته فاضيه يعني ما مسوي فيها شيء. لحظه خلنا نشوف 200 ووتر افاليبيليتي الكتريسيتي افاليبيليتي تعبان. ابا تري اوصل نووي، انا تمسك تحول هالمكان الى مكان نووي بصراحه يعني. بس ابا اسوي هني شارع سيدين. ايوه لحظه، تقول اندر جراوند. زين خلينا نبند الاندر جراوند هذا. ايوه اي وش تو بروسيد. يس اخاف اقطع عنهم الكهرباء الحين، المشكله مو مشكله، شوي شوي ما يضر. خلينا نشوف عندهم كهرباء، لا قطعناها. فخلنا نحط اندر جراوند بالوسط. ايوه وصل نايس. نزين بنحط لهم، طبعا هم هذا الوحش بحط لهم في الوسط بالسباركنات فر كينج. طبعا كل المودز كل شيء انا في كل حلقه اخلي المودز وين تحت. باركن باركنين، نبغى هني باركن باركنين على اساس انه اقدر امنع انهم يوقفون في الباركنات الجانبيه. ما يستوي اقول لهم ممنوع الوقوف وهذا ولا توقفون وكذا الى اخره، واخر شيء باركنات المحطه خليهم يمشون شوي مو مشكله. نبون يباهم يمشون الصراحه، لازم نمشيهم. بس شو ابا بين المحطات زين احطي اماكن عبور مشاة. 1 2 3 4 5 مو مشكله، خلي الناس توقف. بس هاي منطقة عمل في نهاية اليوم، وهني هذا مش لازق في الأرض بس عادي يعني مو مشكلة مو مشكلة مو مشكلة. هل المدينة شوي خططها طويلة الأمد؟ ليش؟ لأن هاي راح تمد تقريبا، المفروض إنها تكفي سلسلة كاملة بالماي والكهرباء والإمدادات وكل شيء. فنحن يوم نسوي شيء بالاسلوب هذا. ايوه طاح التلفون اللي كنت اطالع فيه الكومنتات، او تشوف انه كاتب كومنتات عسى اسوي المدينه بسميهم. انزين اول شيء بنسويه نحن الحين، ترى قربنا من صديقنا اللي هو السفينه هاي تفتح، باقي لها 23000. فنبدا بمدينه الحين، خلينا نشوف اخر واحد منو ما سميت. بكر جبوري سميت باسمه. قوانين بنسوي ماد جيمز خليل اوكي، لا عبد الرحمن بن عبد الله اوكي، هذا اللي طلع فيه. شوي شوي بسمي، ترى بسميكم كلكم، لا تزعلون، اهم شيء لا تزعلون. طبعا حتى المدينه يمكن اقسمها اقسام، يعني هاي ما بتكون مدينه كامله هالكبر ضخمه، لا بيكون في الوسط تقسيمات. من الريال عبد الرحمن بن عبد الله، لحظه كان في حد قبل انا متاكد. اوكي علي محمد، علي محمد قبله كان، علي محمد بنسمي عقب، بسميهم كلهم ترى بس احاول. ويا شباب علي محمد، مدينة علي محمد، اوكي هاي سميناها علي محمد. واذا حد كان كاتب لي في حلقة قبل ولا شيء كومنت يذكرني، يكتب تحت في الكومنت. خليل انا كتبت كومنت بس انت ما سويت باسمين، فعلى اساس اني اتذكر يعني. اسمحوا لي ما راح اذكر كل شيء ترى صعب. انزين هل جسر انا مش عايز بني حاليا، فبوقف اللعبة. الحين بنسوي مدينة أساسية صح؟ لازم جسر جسرين عادلين يعني، مش تعبان. لحظة كان عندي 4 شوارع أنا صح؟ أيوة هذا. زين بنسوي، لأن هذا بيروح اتجاه واحد، هذا بيكون 12 قلنا ارتفاع تذكرون لين هني. بنسوي دايركت سيدة، ومن هني لين هني سيدة. والمسيدة بناخذ البوينت تول مالنا. اوكي بناخذ البوينت تول، لحظة بنسوي سيدة قدر الامكان. لحظة ها مش سيدة وايد، الجسر بكبره مش سيدة. لحظة
لا مش انت، ابغى النقطة، ابغى النقطة. ايوه الاحمق. ممكن تتحرك؟ ايوه. لا لا قلت بعد زيادة عادي ابدا، مش كنا قاعدين نسجل نحن ومحتاجين انكم تقلتش. انزين نشوف الجسر الحين شكله اوكي منطقي جدا. هلا نسكر التول هذا، هذا الجسر رايح، نبغى جسر راجع. الجسر الراجع راح يمر على دوار، قولوا لي ليش. زين انتم سألتوا، اكيد سألتوا صح. نبغى نوصل هذا، هذا نبغى نخليه مخرج ثلاثي بطريقة ما اعرف يا حبيبي. منو قال لك؟ منو اعطاك الامر تبني؟ زين ويت، نبغى مخرج ثلاثي شوية، ونبغى ال خطار شوي راح يخرب بس. لا اوكي بسوي من الخطار الحين ديزاين. صبر ويت، هذا ايوه هذا اوكي بيكون. ليش مره محركه؟ رايت كليك. والله اني مسطل عيل، والله اني مسطل. ابغى اجيب الجسر اتجاهين بالطريقه هاي اساس اوصل في ذاك الجسر واسوي مخرج من ذاك الجسر لهذا الشارع. اخبركم كيف الحين، يعني هذا بيستقبل الجسر اللي طالع. قلنا خلنا نمشي الشارع، خلنا نمشي اللعبه مره طيبه. 12 قلنا زين، بس بنخليه من مكان نفس هذا معتدل نسبيا ولا ليش؟ خلنا نستعمل التول مال الارض زين، ونسوي مكان حق الجسر. وين البرش مالي؟ وين الفرشاه؟ زين نسوي لها سكيل شوي، مكان قاعدة حق الجسر. مش غلط يعني بنسوي قاعدة حق الجسر، ان الجسر يكون متكي على مكان عدل. نبي يكون في عندنا بعد مواصلات بحرية، وما نبي نخرب الدنيا من الحين يعني. شوفوا الجسر هذا مضبوط، وطبعا بشيل هذا انا اصلا مكبره يعني، لان ابغى اتجاه واحد، شارع اتجاهينها ما راح يخدمني. والجسر ضخم، هي نعم الجسر وايد ضخم ومش صغير يعني. هذا هني ما نبى الناس التي من لحظة، الناس التي من هذا الجسر مو مشكلة. هذا بنجبره انه يعتدل. لحظة لحظة زين، بسوي سيدة غصب شوية. تشوفه منطقي شوي، هي منطقي اوكي. اهم شيء ما يكون اوفر كيرف، ما يكون الطريقه هاي، عرفتوا؟ زين الحين نبغى هذه من خط او الناس تقدر ترجع يوتير عن طريق هذا الجسر، بس كيف بيكون؟ بيكون شوي صعب، لان ابغى امد شارع تحته اوكي، والشارع هذا نقصه من لا مش مهني. شوفوا بعلمكم حركة في سيتي سكاي لاين اوكي، مو مشكلة سووا هالطريقة هاي. شوفين بكسرة، بكسرة من النص انزين، وبنيب هذا من هني لين تقريبا هو ممكن. بس تعرفون شو؟ لانه ما في نقاط سنابنج، عرفتوا؟ ما يسوي سناب. مو مشكلة خلنا نغير نوع الجسر. ايوه هذا بيمشكلنا شوي عيل. زين ممكن نسوي بالطريقة هاي ترى، بعد ترى مش قضية يعني، بس مش بالطريقة هاي. لا شو بسوي؟ بمسح هذا الجسر. انا اعرف ان في حد بيعترض بيقول اصلا غلط انك انت تسوي لنا حلقة وكلها جسور. المشكلة اللعبة تمشي اذا ما سويت الخطوات هاي، ترى هاي الخطوات في تاسيس المدينه وايد مهمه. قد تعتقد انها مشكله وخطا كبير، بس انا اشوف من المنطقي جدا ان الشخص اللي يتابع يمكن بيسوي نفس البروجكت، بعدين يوم يضبط الجسر يقول ما يضبط نفس خليل، خليل ما اخذ تول ولا تشيت ولا شيء ومغير الجسر، لا مو مسوي لنا عدل. فهذا شوي بالنسبه لي خطا ما طبيعي. ولا لحظة خلنا نسوي ولا لا اوكي اوكي، لان بسوي سيدين عقب. الخطة ان انا اسوي شارعين اوريدي اوكيبايد،
هاي مصيبة يا يعني. لحظة، لأن أنا غلطت في الانترسكشن اللي طلعته، نسيت، لأن غيرت أنا في الانحناء. لحظة، طلع انحناء مضبوط ونعكس الشارع الحين، نجيب البوينت هذا ونسوي انحناء طيب، انه من فوق على خلي يبين حلو ان الشارع هذا وايد زين. تموية لحظة، اساس ان كل ما كان الشارع مرن اكثر، كل ما كان شو نحن نباياي حقه صح. اوكي نباياي حقه، نحب نطلع من هني هذا المود، بنسوي بنوصله في هذا. نحن نبى هذا الجزئية بالعكس ناستي لهذا الجسر، وحاليا يعني كفي يعني نحن شو بنسوي اصلا، بنيب هذا بوصله في هذا، واذا بغينا نرجع له شارع نقدر نرجع له نقطة. الحين هذا الهدف شو منه، انه يوم الحين يا رب ما لقيت التوب، الهدف منه هذا مجمع جسور، مجمع الجسور لازم بيشتغل بطريقة شو مشابهة، لأن لازم تاخذون الفكرة مال مجمع الجسور عدل 12، الستاندرد العادي عندنا الجسر 12 نسوي. زين لحظة، احنا بنبني من هني، خليه يمر بالطريقة هاي، نجيب الجسر الثاني جنبه مرة، نجيب هذا هني، نطلع هذا السيدة، نسوي بالطريقة هاي، وعقب نقدر ندخل الاثنين بطريقة مرنة سلسة عند بعض. شوي بيخترب الشارع من الطول، بحاول اني اتجنب. اوكي نحن نبى الحين هالشارعين بالامتداد هذا انزين يركبون بالطريقة هاي، من هذا بينا لين هني، بينا شارع من هني لين هني، هذا الشارع بيركب بالطريقة هاي تو ستيبا. زين ممكن نرجع شوي، مو مشكلة مش قضية، يعني بنقدر نعدل يعني كيف الشارع مرونته وهذا نروح نعدل عادي، نسوي بالطريقة هاي ونعكس اتجاه الشارعين هاي، يستوي عنا مجمع جسور. بس شو بسوي اساسا انسيابية المنظر، بعدين ترى يفرق في سرعة السيارات، ترى يفرق كل ما كان الجسر انسيابي اكثر واللفات اقل ما يخف. شفتوه انتم في الحلقة اللي قبل صح؟ زين الحين تقريبا شبه جيد، شبه جيد الجسر هذا، وبنوصله في شارع اساسي. طبعا بنوصله في شارع فرعي لان الشارع الفرعي راح يكون تعبان. زين خلينا نشيل هذا، ناخذ هذا التول وهذا الشارع، ولا ممكن نجيبه ابا ايبه، ممكن اجيبهم ورا الزحمة. بس شو هني بس هالتقاطع منطقي اكثر لان شارع رئيسي، فابا الجسر يروح على يبون شارع رئيسي بس انه ما يكون هني في الزاوية عشان ما يعلق زحمة في هالشارع. بشكل عام الحين اللي بيستعملون المدينتين، مدينة علي محمد، مدينة علي محمد كيف تكون؟ لحظة خليني بكهرباء أول شيء، تشوف كيف أقدر أشبك الكهرباء في بعض من هذا الجسر. شكل مشروع ناجح، نيب عمود الكهرباء خلنا نرفعه شوي عشان يبين شكله شوي أحلى. انزين بنيب له كهرباء تحت الأرض وصلتين، بيوصل فيه كهرباء عادي.
ومنها هني المدينة هاي أصلا بشكل عام نبي نحط على هاي شركات على الشارع العام. هلا فاضي، شركتين بفضي، شركتين بخليه فاضي، شركتين بخليه فاضي، ونحطي وراهم مشروع تجاري بخلي فضاوة في الوسط فاضي، بنحطي لنا مجموعة باركنات هني، باركنات هني، باركنات. اوكي شوي اماكن باركنات مش 100% صح، بس اوكي تمشي الامور. بنمشي على الشارع الرئيسي ماي، لان هذا يكون اهم شارع عندنا الحين، تقريبا اهم شارع. انزين الشارع الرئيسي هالشارعين شو بسوي فيهم بدايه علي محمد؟ هاي بنحط فيهم اللي هي تقاطع، بنخليها تقاطع اساسي او خلي من حواليهم تقاطعات اساسيه احسن. لا لا، خلي تقاطع اتجاه واحد اساسي. زين وين الدوار مالنا؟ الدوار الصغير وينه؟ هذا ايه، خلي تقاطع اساسي من هني، شيل الدوار هذا الصنطوط. زين شوف الحركات، شارع اتجاه واحد، نسوي له ابجريد، واحد اثنين ثلاث اربع، واحد اثنين، هاي الاتجاهين الشارعين هاي ويتوصل فيهم شوارع اساسية. بني باتجاه واحد بهذي طول من هني لين هني، وبني بهذا من هني لين هني. هذا استوى شارع اساسي يصب في مركز المدينة، ولا دوار اساسي. منها نغير شوي ديزاين، ومنها شوفوا بنسوي دوار ثاني شكله. تصدقون لحظة خلني بال وين صار التول مالي، هذا نسوي له كوبي بيست في هذا الجسر الثاني. وين هني حطيت له وصلة؟ خلنا نسوي بالطريقة هاي. هاي شوارع أساسية تمد المدينة حق تشل الزحمة، وبنوصلها في المخارج الأساسية. يعني هذا المدخل، هذا مدخل للمدينة صح، بنسويه ون واي. هذا ليش كله ون واي؟ أساس ما يذبح المدينة بالزحمة لين هني، وهذا بنعكسه خروج، وهذا لا، هذا بخلي اتجاهين. زين بسوي الخروج من هذا المكان. اوكي هذا الخروج من شو، من المدينة. اوكي هذه التقاطعات الاساسية من المدينة. بالوسط هذا راح يكون شو، ذو اتجاهين، وهذا ممكن اخليه ذو اتجاهين، بس ها ممكن اخلي تقاطع زيادة على الكورنيش. والله تبون صدق، شوف الحين كيف شكل المدينة. نقدر نرص الماكينة يا حبيبي التخبيص، المدينة هاي بالطريقة هاي. زين يقولون خليل شو قاعد يسوي اليوم، شكله تخبيص. ومش تخبيص كثر انه نوعا ما نوع من انواع الخطط هاي اللي راح ابني على اساسها المدينة، لان التقاطعات ما بسوي تقاطعات ضخمة في المدينة على اساس انه ما يشتي وايد تكدس زحمة في الوسط. وعندنا هاي نوصلها بالتقاطع بالشكل هذا، هني ما يبغالهم الطريقة هاي. طبعا هاي المدينة بشكل اساسي بتكون، احاول بحاول لحظة، اذا يركبون هني وايد حلو، لا ما يركبون هني، بيكون وايد حلو اذا اسوي لها بالطريقة هاي، بس ما بيستوي كله نفس ما انا متأكد. بخلي تقاطع في الوسط. زين قطع هني، هاي بخليها شوي مربعات، بس اخلي مسافات حق شو، بتقولون في مسافات بين الاراضي. في العاده نحن نترسم، عندنا واحد من المودات شو شغله، نقدر نشتري ال 25 قطعه الموجوده في اللعبه كلهم، فممكن اخذ راحتي شوي انا في الطريقه نفسها. هاي مو بخلي مدخل واحد يكون عيوب، عيب مصنع، عيب يكون العيب تصميم. وهني يبغالنا مخرج داخلي، وهني بعد والله التقاطع حلو حق مخرج داخلي. ما اتصور ان هاي الزحمة الضخمة اللي بتستوي يعني.
من تصور الشخص. الحين لو استوت زحمة ترى بما انها هادي مسافات نقدر نلاعب الزحمة شوي، ناخذ شوي مسافات، نقدر نسوي ابجريدات، نقدر كذا. بس التصميم هذا المفروض نحن 90% ما نشكي زحمة، خلاص معظم مشاكل الزحمة التصميم هذا. احنا عندنا مخارج متعددة لكل منطقة، كل منطقة شو لها مخارج على الشارع العام بعد غير مختلطة بالقطعات الثانية. وإذا نقصنا كالعادة نرمني هنا مثلا، نحط مخرج زيادة نشوف إذا استوت زحمة. طبعا المدينة ضخمة وايد ترى على فكرة، مش صغيرة أبدا. هنا مكان حلو حق خدمات رقم واحد، خدمات الشرطة رقم اثنين. عندنا بنحطي لنا مش جامع سوري، نبغى مستشفى. اوكي نبغى مستشفى، بنحط لي مكان شوي. ما ظن هني في مكان مستشفى على الكرنيش بيسوي لنا زحمة ما لها داعي، فخلنا مشكلة ما بحط لي مكان بعد يسوي زحمة. ممكن احطيه هنا ويت على الشارع الرئيسي. عاد شو قلت لكم من البداية نحط خدمات شوي نرتاح سالفة. زين الحين اول شي خلنا نسوي شو، نحط محلات تجارية طول هذا الدرب هذا. اذا نقصنا مكان بحط خارجيات، الحين ما بحط من الخارج على طول عشان ما يسوي لنا ازمة عالمية في الشارع الرئيسي هذا. يبغى لنا شوي شركات تبغى صدق، شركتين شركات هني، لا شركات ابغاها على الشارع شوي، احس احلى شركة على الشارع. خلينا نحط كم حديقة وكم ملعب كرة سلة. احب العب كرة سلة، انا ما اعرف ليش. واحد اثنين ثلاثة على الشارع العام مش غلط، عند المستشفى مش غلط، وصلنا فيها الكهرباء بعد. نحب نوصل ماي، لازم نوصل ماي. احنا خططنا هالمكان هذا. انزين المدينة على الاغلب راح تنتهي مدينتين لانه وايد ضخمة، ومدينة ترى فظيعة يعني، مش صغيرة ابدا، مش صغيرة ابدا مدينة. بس لازم نرجع ترى على المدن اللي قبلها الحين، بس نسوي مترو بينها. زين هذا يسدنا نحن اكثر ما خططنا اظني اصلا، بس مو مشكلة. خلنا نسوي اماكن حق ماي. انزين الحين نحن بنبدا شوي شوي نحط، طبعا وايد اغراض وايد شغلات نحطي، بس على الشارع العام ابو شركات. ف بس يبالنا صناعيه، تصدقون صناعيه جديده شكلها هنا راح تستوي صناعيه، صدقوني اقولكم انا حط صناعيه، مدينه صناعيه هنا. في ثروات هنا ويت، كلها غابات، ما ابغى كلها غابات، انا ابغى شوي تلوث هني. مش اني انا بتلوث، لكن لازم يعني اربع شوارع الشارع العام لين هني تقاطع يطلع شارع اساسي من هني لين هني، مع ان شارع اساسي من هني لين هني. ابى اعزل عن الشارع العام صناعية كاملة، هذا التوجه الحالي يعني، ولانه بيسوي لي زحمة، هو بيسوي لي زحمة، فياس احاول اتخلص من الزحمة قبل لا تستوي. انزين وبنحط لنا هني الصناعية، بحاول مسك في، انا اوريدي سويت ديزاين مش 100% يعني صحيح، بس مش مشكلة تمشي الامور يعني، مو مشكلة. الحين مخارجهم هاي بنكثرها لانهم صناعية وايد بيحاطون ادريبهم بيسوون زحمة والدنيا فلهالسبب سويت لهم شارع رئيسي مالهم بروحهم، وهم يطلعون على الشارع العام لهم يدخلون مع العالم، ما عندكم مشكلة سووا يعني، هني سووا زحمة هناك لا تسووا. هاي كلها صناعية عادية ترى، انا اخبركم الحين ما فيها
شيء سبيشال. بس شو بسوي هني؟ بحط محلات تجارية، بنحط سكنات ناس هني، الفريج بترسه، حط مدارس حق بشوي في الفراغات صبر، بنحطه هني، هني كله صناعية أصلا عادي عادي حتى هني ها، إنه معزول عن الشارع العام، بس ليش مو يحتاج؟ إذا نقصنا أمور طيبة، يمكن أحول جزء منه غابات بشوف، بس محتاجين بشكل عام إحنا أغراض، بعدين هني نقدر نمد الأقطار. هالشي مهم، القطار هني قريب شوفوا، نطلع خط قطار قريب من هني، زين وايد صناعية مش شوية ترى، حطي لهم ماي. زين هاي منطقة ثانية صناعية بتكون، لأن يمكن نحط لهم تخصص، يمكن أسويهم غابات بشوف. هاي عبد الرحمن بن عبد الله اندستريال، والله اسمه زين طويل. هل اسمه طويل؟ أحس صناعية دائما اسمها طويل. انزين يبون كهرباء بعض، احس ان انهم حيوانات ليش بنوا هناك. زين مشكله، يوم لا ماشي لا اي ماشي لا مش قضيه يعني. اوكي عندهم كهرباء، عندهم ماي، عندهم كل شيء، بس نبي نحط لهم مدارس. واه محطه بساط، محطه بساط شيء مهم، حط لهم هني في الصناعيه ولا هذا الشارع هني، شكله مكان زين حق محطه بساط. نسوي بالطريقة هاي، بس يرد نص المدينة إلى نص المدينة، هذه إلى نص الصناعية إلى النقطة الأولى، وعندنا باص يلف تور حول المدينة. طبعا هاي الألوان متعددة دائما عندي، عندي مود وموجود في اللستة اسمه أوتو شي كلر، فتقدرون تشوفون. انا باهني بعد محطة باصات، حتى الباصات بخليها هني عسى بيكون في عدد باصات كافي. الباصات هاي تمر على الجماعة الطيبة، بعدين على دوامهم هني، بعدين على هاي النقطة، بعدين ترجع لهم. خلنا نحط عربتين زيادة من البداية، نبا هني بعد اللي يداوم هني استانس، يرجع هني الشباب. اوكي من نقطة مقاربة الصوب الثاني بشلهم، بجيبهم عند هذا نقطة الزحمة اقل، عند النقطة هاي بس شو ابغى الصوب الثاني ويرجع مرة ثانية. والله احسه غلط، بيدخل في شربكة. لا لا زين زين، بياخذ رفة ما بيسوي زحمة، فكلهم موصولين في بعض يعني باختصار. هذا ما عنده شارع، شو هذا الشارع هذا بعيد المكان. مشكلة الشارع زين ما اعرف برايه. زين شو وضع الكهرباء والماي؟ 200 200. اوكي الحين بنبدأ شو نسوي؟ نحط هني نبا مدارس، مجموعة مدارس نبا ابتدائية، قولوا 2 ابتدائية، نبا ثانوية صناعية الإعدادية الصناعية هاي، وابتدائية صناعية. نبا ناس حرفيين لأن عندنا صناعة هني في المدينة راح نستفيد منها. ونبا من هني أوكي عندنا هاي خلاص جامعة، عندنا جامعة وايد وايد مغطين، بس الهاي سكول يبالنا شوي نزيده. هاي ثانوية صناعية، ونبا هاي سكول عادي بس حق وين؟ حق هني، لان ما عندهم مدارس. نبي نحط لهم مدرسة ابتدائية، هاي خدمات عامة قاعد اهتم فيها انا.
زين مدرسة ثانوية شبه أمور طيبة. هني يبالنا ثانوية، هني يبالنا ثانوية، ويبالنا ثانوية ثانية بعد مكان ثاني. كم يبالها فلوس هذا؟ ليش 24,000؟ لا اوكي اوكي اوكي، الهاي سكول مالنا وايد اوكي، وايد اوكي، ما نحتاج اكثر. نوفر خدمات، بوظف اوفر وظائف لاني مش قادر. زين حطي مترو، شوف مترو ستيشن مدينة داخلية، وقفهم على الشارع العام من هني اوكي، ويدخلهم الكورنيش. ترى الحلو في المترو انه لو يسوي حشرة هو على نقطة، سوي واحد على الكورنيش هني، هني عندهم مترو ما عندهم. انزين هذا كمترو داخلي نقطة نقطتين بالكثير، يمكن نحتاج الثالث يمكن ما نحتاجه، بس بنحطيه احتياطا. ثلاث نقاط في المدينة هاي بتكون وايد اوكي حق مواصلات داخلية، بس بنحطي لان هني بنحطي شو؟ قطار. نحط قطار هني. قطار يباله ترتيب ثاني. ويت ويت، قطار يباله ترتيب حي. هذا مش بالطريقة هاي، لا هذا سوي بالطريقة هاي هسه احسن. تعرفون اني استري شي فلوس بعض الاوقات، بس مو مشكلة. بنسوي هني، بسوي هني، بنسوي هذا وين؟ هني الخط هذا بالمكان. ليش؟ اوكي احس اني محتاج محطة زيادة تكون في هذا المكان تقريبا. سيبوا له شوية توصيل كهرباء. اوف هيا سيبوا له توصيل كهرباء مرة طيبة. وين صار المترو مالي؟ يعني امد هذا المترو في هذا. انزين مني بهذا هني. الحين هذا المترو احس بعد في بالي مترو في الدرب، بس خلاص خلى للمستقبل المترو هذاك. الحين شو بنسوي؟ بنسوي خطوط سير، واحد نفسه هناك، اثنين ثلاث، واحد اثنين، ذكرتوا لي اطري صح؟ نسوي واحد اثنين ثلاث، واحد اثنين، بنسوي 2 متر هني وبنزيد واحد. وين بسوي واحد بيكون اكبر شوي مجاله؟ واحد اثنين، شو السر؟ واحد اثنين ثلاث اربع، خليه هني بعدين يرد يوقفني. وايد استبات اعرف، بس شو احسن؟ احسن لان هني المترو قاعد يشل يخدم فئة كبيرة من الناس، عليها تو حطينا اللينات، هاي مو مشكلة. المترو ما عندنا مشكلة فيه. الحين بحط القطار بس على الطاير، قطار صناعية عادي نفس الأولي بدون شوشرة ساعتين، بدون أكشن زايد. نبغى كارجو ترمينال، حطي هنا ولا حطي على الشارع العام؟ على الشارع العام بيسوي زحمة. حطيه هني في الصناعية، سوي له شارع. لحظة بحطيه على الشارع العام، بس كيف؟ أول شي بنحتاج نوصل هذا الشارع. ليش؟ أساس الناس تي حق المترو. الشارع هني وبعيد عن المترو. كيف هني وبعيد؟ بخبركم الحين. نحطيه نفسه هناك، شوفوا مدخل من هني، مدخل من هني، ونحطي له الحين مترو هني اوكي، وني بالقطار يدخل اتجاه واحد من هني، ونلف القطار لفة طيبة لين وين؟ هني. طبعا كم ماي كهرباء؟ اعرف يبغى له امداد ماي، يبغى له كهرباء. انزين
يبغى له كهرباء بعد. وهني خلاص استوى عنده ماي، استوى عنده كهرباء. بس بخصوص ان الزحمه بتي على الشارع الداخلي هذا، ما بتي على الشارع العام. ان شاء الله ما تي على الشارع العام، في احتمال تبي بعدها على الشارع العام. خلينا نحط البيوت هنا. المنطقه شوي يبغى لها بيوت، زراعه بيوت. كل ما تزيد التجاره الصناعه هاي الامور، الوضع المكان يتغير، يبدا يتغير يتغير يتغير. فانا قاعد امشي يمكن على الاعتدال شوي، بس مش 100%. بعد يبالي اسوي شوي احسن يعني. انزين، لان هني بعدهم مشكله للصنايات حتى بنو يعني. انزين اوكي، هذا محطه القطار يعني المفروض تكون شغاله. لحظه اللي حطيناها نحن هني كارغو ولا باسنجر؟ هي كارغو. لا صح كارغو، وفي عليها زحمه بعد. ترى هي تخفف زحمه الشارع العام. المهم هالحلقه طولت وايد، مشكورة على متابعة الحلقة. لا تنسون شير لايك سبسكرايب وكل الكلام الجميل ده. نشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله على خير من سيتي سكاي لاين. السلام عليكم ورحمة الله.